Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la حكاية زكي المصري الطيب أبو إيدين شقيانين كرشه بيلمس كل اللي حواليه عمره ما بين 50 و70 سنة ال20 سنة فرق دول هما بس اللي إحنا متأكدين منه طحينة فول مدمس حمص والدتي وجدتي قاعدين قدام الفرن الكبير بيجهزوا عجينة الفلافل أنا طفل صغير ألعب مع رفاقي من ولاد الحي نجري في شوارع سوق خان الخليل الضيقة تحت مراقبة عيون والدي مصر.